صقل طلع. اي مقاسات. لا لا خامة الشكل نوعيته نوعيته. اي لون اي لون؟ اسود. اللي لابسنه مرة. والله ما ادري انت لبسته ولا لا، بس لبسته مرة. قلت له هذا تفصاله سعودي، قال لي ما شاء الله على الاحد. يابا ضبط علينا كلنا. لا والله انا لبسته مرة. تكلم عن نفسك، انا ما اخذ ثياب غيري. انت جبتوا طاري. لا انا جيت امثل حقتك الدخولية حقتك الزاحف، ما عندي ثياب. زربني حمد. ناصر وش تقصد انت؟ وش تقصد يوم توجه الكلام هذا لعمر؟ هو عمر مين باقي؟ عمر ايش يقصد؟ والله ما ادري. باقي عندي وزار ما البسها. يا شباب يا شباب والله انه جاي يقول دخولية لازم ثياب ابيض. قلت يا محمد ثيابي البيض زارفها حمد الاكلبي، ما عندي غير اسود. قال لا ابيض حبيبي انا نحيف. زين تدري ليه انا قلت لك كذا؟ احنا الظاهر ان احنا توهقنا. جروب داعمي يعرف جروب داعمي. دسه والسمن في العسل. الله اكبر. قدره يعني؟ قدره. تقدر تقول دعمك؟ قال لجروب داعمي خططوا ان الدخوليه تجبر المعاونين يلبسون شيء فاتح. الله يا القهر. وقهروني. وخالد وش ذنبه يقهرونه؟ يا شباب والله اني صادق ابى اسالكم، انتم اضطريتوا بذا الزواجات، زواجات تقريبا هو يوم واحد عند الاغلب صح؟ انت يوم 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 الزواج اجل كم تبي يوم؟ في ناس عندهم ابغى انت تاخذ مرتي واحده. لا لا بقول لك شيء. وش عادتك؟ فيه في عادات تقاليد. مو مو بعرس، فيه ليله الزواج وفي دخله قصبي. هذه في منطقه بس الصباحيه مهيب للعالم. غدا غدا اي في منطقه من المناطق عندنا الزواج ثلاث ايام. ايه انا سمعت زواج مطبله بكل شيء. زواج اليوم الاول للنسوان، واليوم الثاني للنسوان كمان، واليوم الثالث للرجال، وتدفع مهر وقدره وتكسي البنت، تكسي امها، تكسي اخواتها، جدتها، اخوي ورد ابوها. انا باخذ العائله كلها. والله والله مثل عليك. نحترم العادات المهر مبلغ، بس هي عادات تقاليد. يا ولد ناصر يعني شيء مبالغ فيه. والله اني صادق يا رب، والله اني احترم العادات، واني اكثر عادات احبها عادات اهل الجنوب. بس هي منطقه قصدك صغيره. ايوه منطقه تدور زي المحظوظ. بس انها يا ولد حتى ايش حتى في البيت تكون في البيت هذه و... الفلوس انا بكد على امها وبيها واخوانها بكد عليها. ايوه بسافر. وانه يبدا من بعد متى؟ يبدا من الساعه 8 الزواج الين 6 الصبح. عندكم بث؟ والله يا الربع. شوف اول شيء الحركه ذي طاحوا فيها اهل قطر ولا هو بكلهم. شلون؟ في ناس. مرحبا. ما جيتكم الا امدات البث. حيا الله يبارك فيك. مرحبا. صريح عندي سالفه. لا سد بوزك. عندي سالفه. لا سد بوزك. عندنا موضوع اصبر. ما طرحته بزياده. انا ما نبي سوالف كذا. تلقطت. انا اعتمد هذه الطريقه والله. خلاص تقبلوني بهذا الشيء حقك، بس احنا على ظهر سالفه يا فادي. لا عادي اركب معكم على ظهر السالفه ذي. خلاص اسمع اركب. اسلم يا ابو ناصر. طيب اول كان العرس واحد. العرس واحد. العرس كان واحد. ليله للمراه وليله للرجال. يقعد الرجال من عصر لين في الليل، يروحون كامل معازيم وهو يصور ويسلم وكذا. وعقب وين يروح؟ يروح العرس النسوان يزف لبرته. وعقب يلطع مره ثانيه. لا يدخل داخل ويصور ولا التصوير ويجيه تعب. والله اني اعرف لي رجال يوم جيده والله ارجلها انها منتفخه كذا من الوقت. اي عقب قالوا اتفقوا على شيء صراحه انا اشوف انه زين، انه ايش؟ مثلا العرس الليله، انا عرست، انا عرسي الليله زين، اعرس وكل حاجه والعب واسلم واقعد مع ربعي واقعد مع اخوياي وبس، اروح للبيت وارقد او الفندق ارقد، ما تدخل على المراه. حلو. المراه تعرس بكره او بعد بكره. تعرس انت كيف كيف بعد صح جربنا الطريقه. أيه. حلوه ان تعرس المراه خلاص تسوي عرس نسوان وتعرس وتخلص امورها. اذا قالوا لك داخل انت الحين رجالها كلموك وقالوا لك تعال تاتي انت كاشخ مريح، ما عاد عندك عرس، عرسك قد عرسها انت امس خلاص قد عرس انت. تجي تاخذ المراه كذا؟ لا تجي تصور معها تكشخ. أيه. تصور معها وعقب تتوكل على الله خلاص قدك مرتاح. اما انك توقف وقفتين صعبه 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 الموت. لا لا هذه قد سواها واحد من الربع وكانت افضل طريقه، انه خلاص زواج الرجيل انا مشيل هم القروشه. اي خلاص انا قروشتي اللي انا فيها جهه الرجيل. خلاص ابلعب بستانس، ما وراي شيء، ابلعب بستانس تحس في شيء. اخلص ارجع البيت ارقد. بكره يصير وش عندك؟ قروشه زواج الحريم بس.
انك الله علي عليك البس بيرسك وتخلص. وبعضهم يعكسها يعني يعرس بعضهم يعرس الليله يعني عرس المرأة الليلة ويجي وتصوير ودخله وكل حاجة وأمور بكرة أو بعد بكرة خلاص من العصر جهزوا. طيب هذه يا محمد تداولوها عندكم في قطر ولا بس؟ صراحة شوف أنا بقول لك اللي أنا أعرف سووها ربع واجد أنا أعرفهم قريب مني والله أنا مريحتهم أحسن اللي هي على يومين على يومين أو ثلاثة يعني عادي المرأة تخلص على راحتها والرجال يخلص على راحته افضل شيء غير ما ايش رايك يا رجال انا والله شفت ان ذا الشيء انه مناسب يمكن انتم عندك ما فكر بس إن عندنا خابرين ليا عندنا هي يا ولد انا ايد يا خالد ايد الزواج انك تدخل عليها دخله حلو انت وهلها محبوبه يعني اي تاخذ امرتك حلو اليوم الثاني او اليوم الثالث تقوم من العرس زين قول لي لا اله الا الله تقوم من العرس والله انت ترتاح زين قول لي لا اله الا الله لا قصدك شفت انت العرس مره شفت انت ازمه كورونا كامل بقول لك شيء بقول لك شيء شفت انت ازمه كورونا حلو الناس كلهم يحسبون انه شر هو باء ولكن والله انها فتحت عيوننا على اشياء صح بعلمكم اياها الحين قسما بالله انه الحين اعرف لي رياجيل اثنين اخوان اثنين معرسين في وين في مجلسهم ومحفوفه واجد وخروفين وحوار حلوه عاجز واجد وانتهى وزوبها وزوب الله يوفقهم اي والله اقرب من اخواني علي وياسر معرسين متى تحديد عرسهم متى 2/8 كورونا يوم الحجر متى 2/8 يوم حاجين قصر المقصوره ترجع فلوس ترجع فلوس كل شيء تخسرين الى قبل ترجع الفلوس قم العيال جات الحجر قالوا خلاص ترجع الفلوس كلها نذبح لنا قعود وطليين وخليها مجلسنا ويتلمون الجماعة عندنا جاء الحين الحمد لله رب العالمين حل افضل والله او انها تدخل انت وهلها تاخذها من بعد يومين تقوم زواجك تعزمها اخويا لا كذا لا كذا والله بتصير قروشه ترى نفس القروشه هي نفسها انا اقول لك إيه؟ اول شيء على التبذير كم صحن عيش ولحم كب ما حد ذاق انت تشيل هم صح ان انت عندك معارف وعندك ودك انك تعزم ولكن بعد انت تعزل روحك وانا بجيك انت يا خالد اللي انت مثلا بعيد مني ما انت من جماعتي ولا انت هنا بجيك وبتبارك لي وكل حاجه بس العرس يكون خاص انه في عرس انه في مجلسك تعزم ربعك الخاصين تعزم عيال عمك تعزم اخوياك القريب حياكم مرحبا بكم وسهلا في مجلسنا ولا تعزم اللي بياتيك مرحبا به والله بس ان ايام كورونا صح انه وبادي ان اختي تزوجت ايام كورونا ويمكن 4 من عيال خالاتي وثلاث او 2 بنات خالاتي صرفيه قليله ايه وفي البيت ومختصر على اهل العريس واهل واختي يوم جاء ملكتها كانت في بيتها الملكه مختصره لابعد درجه تصوير كل شيء وفي نفس الوقت الرجال في المجلس في الحوش تبون اعطيكم كل شيء وكل شيء مختصر والله يا حتى الذبائح ان الذبائح ما عدت 4 ذبائح على راس عنده لا لا حتى اسامه حتى الذبايح والله ما غيري 4 وان احلى ما يكون لا يجوز مختصره حتى ما في تكاليف ماديه حتى اذا في فلوس في ناس يعطون مثلا فلوس دي تبقى لهم وشيء مختصر يا اخي التكلف الزايد الحين زي اللي نشوف تبذير يعني قبل كورونا صدق هو وبا لكن تبذير وحذف النعم والاشياء دي اللي قاعد تصير والهيلمه والله اني صادق اقسم بالله انها فتحت ذي عيونهم على اشياء واجد كورونا ها خلني بعلمك شوف خلوني بعلمكم وبقنعكم بطريقتي حلو انا يوم اقول لك فازوا اللي يعرسوا في وقت كورونا اشتري فازوا افازوا جدا خروفين وتقدر خلوا بارك وتقدر انت تمر ما في لبس عرس اسمع عايض صار الجلابيه ولد الراعي بعبيتها تقدر انت ايه تقدر انت في وقتك الحالي لا تسوي عرس عالي شوف ايوه ليش انا بعلمك القصور عندنا انا يوم جيت الكويت مره تفاجئت ان القصور 5000 صح وش 5000 5000 سعودي 5000 ريال اقل لا اقل القاعة عندهم 5000 اقل 5000 عندهم القاعة على 30 على 40 القاعات ببلاش عندنا صالات في قاعات ببلاش صح عندنا قاعات ببلاش من غير فلوس ايه ما شاء الله احنا القاعات عندنا قاعات اسمها قاعات الرفاع قد شافها عايض القاعات اللي كبيرة والله ايه هذه تأمين 5000 تعطيهم 5000 بس ويردونها عليك ما شاء الله بس تأمين كتأمين طيب انا بعلمك اسمعني ابغى اقول لك انا مدعوه من الامير ابغى اقول لك حلو الملعب شوف اللي حول ملعبي اسمع يا اسامه شيء اذا عرسك ايه اذا مثلا عرسك مثلا في الكويت في قطر
صح اوكي تقدر انك هنا عندنا القاعه اقل القاعه يمكن 30 40 الف وين اقل قاعه اذا هي مره شينه اي والله 25 اي حلو قاعه تخيل قاعه 30 40 الف اسمعني بعلمك 30 40 الف عد امور واجد بتدفعها المهر والذبائح ابعلمكم خليني بكمل لكم عد امور واجد بتدفعها المهر والذبائح ها يا ريجي اسمعوني الله يرحم والديك الامور هذه كل ابوها انت لو انك تخليه عائلي وخلصت وتسافر بها والله انها صرف في بعض من ينقدون بدل ما تحط عمرك في قروض يا ابوي بلا ينقدون بلا انا اتكلم عن حياتي بعدين انا بس حياتي بعدين برتب على كيف والله بدل ما اطرح نفسي في قروض اهم شيء انك راضي وحرمتك راضي واكل تبن يلا اهم شيء انكم راضي انت زوجتك الفلوس دي سافر بها عوض بها عوض الزوجه سفريه على 70 الليل ولا ليلتين بتخسر كم 200 غير 300 كم تخسر فيها مهر كلها قروض الزواج عندنا تخسر ما يقل عن 100 وتقعد 10 سنوات قدام تقعد قروض وباكر ما تلقى عيشه تاكل يقول لك ابو عيشه تقولها ما عندي فلوس ايوه انت الحين عندك برا على الطاعه والاصول ايش انطموا فلوسك صح ما بتشبك خلي فلوسكم انت عليه عامر انت عندك برا فرق بين القاعه والقصر ايه شو فرق بين القاعه والقصر القصر كبير وخدمات يعني خدمات مختصه عندنا صاله صاله عراس عندنا فندق صاله عراس صاله عراس عندنا فيك انا شفت ماسك الضحك ايش فيك؟ يعني خلاص الضحك ومن اصله بيجيبها والله من ضحكتها بيجيبها في التسعين ولا وين؟ بس ما فيها هلا يعني حمزه ما جاء على طريق الكورونا يا اخي البث مصيبه ولد عمي ولد عمي عرس كورونا ولد عمي عرس كورونا قول له اسمع محمد شوف كم يباله؟ عطى المهر حلو؟ اي والله كم يباله؟ عطى ابوي بالريال 3000 ريال حق 100 شخص 120 شخص حلو لا كويت كويت اتكلم معك بالمبلغ السعودي فاهم حلو طعم العقم من هو قدام لك 3000 ريال هذا ابو ايه الله حلو ثلاث خربان وصل الحمد لله تدري كم كل العرس قط عليه ها 600 دينار 700 دينار 6000 ريال 7000 ريال زواج كامل زواج كامل عرس بدوي بس غير المهر غير المهر ها غير مهر المهر بعيد المهر المهر من الحكومه اصلا شوف شوف ان المهر كان بلاش المهر من الحكومه من الحكومه ما شاء الله المهر رجعني 100 ريال وانا ليه ادفع القسط كم حوالي 60 60 صح عليه قسط 100000 كم لا لا ما ما يرده الا يرد الفلوس وشو الفلوس اللي يعطونك اياها للمهر يتقاصد بس كم تقاصد كم 10000 لا 1000 10000 دينار على كم سنه على كم سنه على كم سنه 100000 وزوجها ببلاش زوج كم كم محمد اول وعلى 5 محمد كم تجلس تقصدها ها كم تقدر تقصدها؟ لو 90 سنة الحين قاعد عندك مفتوح صح؟ بعد لو 90 سنة على 5 سنين يا حبيبي 5 سنين دقيقة زين اقول له انها 90 دقيقة بعطيك اياها بعطيك اياها شوف يسوي جنين نفسه انا عندي الزواج ترجع الريال بدون وايد بدون شيء ترجع انا الحين 60 الف رجع 60 لا ارفعوه هذا الحين ل 100 مليون عندنا رجع 100 ما ازيد ولا شيء صدق ماشي عندنا حل للعرس ايش تسوي عطنا عطنا لا ما عندنا شيء يعني ما يعطوك 100 يقول لك ارجعها وكذا اطلب الله اجل بس يعطوكم الديوان مثلا اي بس عيني عرفت عيني هذه خلي عيونك حول خلاص تمسح لا 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 صدق كذا كل شيء كله خذوا كابوي يعني يعطون ولا يطالب شيء بس للعرس لا اسمع اسمع بالله يا ربع صد اسمع تستسد الشيطان يوز القدر أزة ليكون شيء وانا ما عندي علوم هم يضحكون انت وجهك وجه اللي فيه نوم سيوم لا خلاص سيوم اللي تردده قبل شيء المطبخ هو شيء حمزة جاء قصة قصة حمزة وصال يا فلاح حمزة خلف نبغى قصيدة عن العرس وش اللي قدامي إذا يطلع اللي قبلك أنت لا قبلها تكفون يا والله قلي سامحها يا فوق جمر الفكر تطبخ وتحاداني تكفو يا ولد لا اللي قبله تدري وش حطيت أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء أول شيء قلتوه ولا شيء قول إيه حاداني على الميدان نضرب ومنقل هذه من شخص غالي هذه ولد عقب 5 ايام 6 ايام دمك معي والله ما همني
بزنس. في دمتي ما همني غير. كيف تأجل بزنس؟ تنم الله ابداك يا ابو فراج اللي افتح النس شوفتك يا ابو فراج ها تدري يا فلاح ان خواك كذا 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 تعال يا انت عربي كذا 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 منو من قاعده كذا معلومه ما تفيد جميله والله قطر فخمه ذكرت في جلسات زمان عندنا مطعم زي كذا جوتيك يعني مو دش الجود وين هذا رايح انا رايح وسمح لي اراعي يا عويسي محمد تكفى يا عويسي تكفى يا عويسي انا اشهد انك سجين من عماني تعال 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 اليوم انك تعال من الادب تعال تعال تعلم الادب اي الادب 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 يا عماني تعلم الادب ابو محمد عمان لا 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 احمد عويسي يعني اقول لك يا قطري تعلم الادب يتكلم عني قطري ما قال يا اهل قطر عندكم مزيون احمد ايش فيك قال على قطر عندك مزيون ما عليك تحاولنا يا عويس بينقطع عندك انا مزيتك يقول بلا حركات بلا حركات ضيع السالفه طبعا السالفه والله ما شفت وجهك انا اقول على راعي الجلسه ابو محمد مو انت تقول على راعي الجلسه انت امبراطور يعني لو تبغى يقوون يقوون فهمت امر على الطاري ذكرني يا اخي الفارم انت تدري الشعب العماني والشعب الكويتي واحد وخليجنا واحد وشعبنا واحد واحد اسلم اسلم يقول سد بوزك اقول العب مسند العب قول يوم الميلاد الميلاد لا ما لي شغل ابدا ما لي شغل كيف شو تسوي هلا انا عويسي لا ترفع يدك وايد لا ترفع يدك وايد لا ما في هو والله يا اخي يتحمس والله عبد الله بعد يا ابراهيم واجد واجد راحتك اوكي يلا الحين اسامحك توك يلا الحين وين هنا ورنا عرب التاف ما يبي خروجيه تكون عاديه بس العويس قام يقول لو سمحت قل قل العويس ابونا ما بعاد يعني اللي باخر يجي عاديه قل قل برضه قل قل ورنا العويس ما بعادي والله لازم يروح الحرب شافه لا ما بيقدر محمد لا محمد ورنا عرب التاف عدلها لا تخرب لا لا تخرب لا تخرب الجلسه لا تخرب الله يدوق ان شاء الله كان هنا بابا معك نفس احسن لن تجرؤوا على مسها عودوا محيط الاكسجين احي بابا لا بمشي بمشي اكسجين من باي شرشبيل عندك اكسجين لن تجروا على بعد عودوا من حيث وجدتم احباب اقعد 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 عندي اكل كول احباب ها طبعا الركبه هذه اشوف مسويها ان شاء الله العاب هذه عليها 5000 الركبه هذه والله عبود ما عاد في وعيه بعد البرايم الشيطان ازه ازه عبود ما كانه شلم والله اتمنى منك يا اخوي معاذ اتمنى اخوي معاذ الكلمه هذه ما تقولها وانا موجود مرحبا عبود الله يبقيك ما تقولها وانا موجود ليه طال عمرك ايش المشكله فقط في يعني اسباب ما في اسباب معينه بس فقط ما عجبتني فقط ما عجبتني امبراطور 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 من حقه انت الامبراطور الاسبوع الجاي ما ينفعك هذا بعد كيف؟ ما ينفعك اسبوعين يعني خلوه ما يروح يبقى ياخذ هاي ياخذ الامبراطوريه مرتين شلون؟ الاسبوع ده محمد ناصر يا عيال تنازل تنازل امبراطور امبراطور كيف؟ خاله خاله وتنازل انا تنازل على يوم الاحد من الليله لين يوم الاحد حي الله عينك قلت سبقتك عليها قلت سبقتك عليها يعني هي كذا لا تقلدني ايش بك يا قاعد اعطيتها تفضل يا طلبه في مدرسه انت ترفع يدك كذا متى هي ايش بك بزرته استاذ مراتور تفضل 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 لحظه 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 تيور عليه انا استقعد زرته ابا يلا صلاتك في خاطر تهاوي قسم بالله يلا هوش كيف كنت تبغى تنادي هوش هوش هوش
اديه اكسد اول شيء شبانك اللي يسبقون على العلم الطيب. انا اقول هد الرمي وانا على ثلاثة. انا اقول هد الرمي. لا 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 اللي يقول الضوء ما ترث الا الرمى. لا بدون مدلل والله داري من يوم شفتك وانت تقول الكلام ذا وانت تقول الكلام ذا الضوء ظلم انا ابو سر تقول. انا اقول انا اقول انا اقول هد الرمي. انا اقول هد الرمي اصبر. لا 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 شنو الشر تجاوز الحدود انت تقول تبغي هده انا انا جوع يا عيال والله. انا داري ليه يمكن جوع هنا الامبراطور ما يقدر يوقف شيء مريت انت جوع انت قاعد ينسحب شوف يدري سمعت صوتك تدري ايش اللي قاعد والله انا ابو مره ولا مرتين كل ما طلع من حمزه وصيته وخبطت جاكوزي قلت له جيب لي كذا جيب لي كذا جيب لي كذا مطعم الفلاني يلا حطك يوم لا عودت له انا قدير اني وتجتمع للعشاء وذا العشاء ايه متعمد ويروح ذاك العشاء متعمد وذا الحين يوم طلبنا اي والله كل سوينا ويق او ويق احتي حمزة يجي ما انت بتويق يا ابن عمي ما انت بتويق تشوف خايل لا ويق تويق انت بحرامي يمك تويق لا لا ويق يولي يولي خلاق وسط كان حمد العصر وش فيكم امبراطور استاذ امبراطور شكسبير 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 انا اعلم قال والرجال ما بعد قال لا وعشر رجال متى تدري متى راح توني جاي منه تدري متى راح قبل 40 دقيقه السالفه خلاص بالسالفه كمل كمل راح اقول لك انا ولا هو تفضل سلم اعطني قصيده عن العرس قد قلت قصيده عن الزواج قصيده عن الزواج قصيده عن العرس ولا شيء ليه ها اعطني انا طلبت تبي قصيده عن وش انا الزواج ودي اللي تبي قصيده انا كاتبها في لا انت يعني شيء تحفظه عن شيء تحفظه العرس والزواج ولا شيء انت تحافظه لا بعدك بسالفه انا لا قبل لا تقول بسالفه لا تقول قبل لا تقول خلاص انا شقيتنا شقيت انت تتكلم عدال تقول قصيده يلا مو قصيده شقيت تدري ايش قال عن الحب يا استاذ معاذ اصبر انا هذه عاشر مره اقول استاذ معاذ انا الحب شكسبير يقول حاولت اكلمك لا مره ولا مرتين الله والعاشق من الحياه الثانيه وش لقى وش لقى قبل سنة قلت لك يا مرحبا تذكرين قلت يدوم البقاء لكن ما دام البقاء هذا يقول شكسبير تبع نفسه تبع نفسه تبع نفسه بس يلا معك ماذا لو كنت امبراطور هم في صدر واحد مضايق ازيد عليه الهم ازيد خليه يفكر يحوش يسوي وليش لعبتي والله حاب اعلن المعاونين تخيل اخوك معاون شيء المعاون الاول ما راح اقول الحين بعد العشر طيب الثاني طيب الثاني عطنا الثاني هذه اسرار طيب عطنا المطور الثاني عندي قدرات والله عندي قدرات شوف شوف هذه فيها ظلام دامس اري قدراتي امبراطور اري قدراتي شوف 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 قدرات شوف انا ايش دخلت انا ايش كل مجرم الغوت ترى شوف شوف انا اقوم منه انا اقوم منه شوف 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 اخليه يطق براطو محمد خذني معك خذني على درعك ديني ما في خلاص اوكي نزل الشلندري ما ايه اسمع عيال في موضوع لازم نطرح بما ان المبراطور راح انا بنوب عنك يا شباب يا شباب يا شباب نبي قصايد والله انه موضوع مهم والله اسمع الله الله طبقه الوزن يا شباب الحاضر علم الغايب انزل لمتى يا شباب الى متى والله هاي مو في حبك ما تسبب والله اني صادق الى متى يا شباب ايش ماني صادق يقول لك متى ما تبي وش متى ما تبيني ماني حبيب لك متى وش انا اي ماني حبيب غايبه ماني ما بغيت
والصديق اللي بني عمه يخاونه. اسلم بديت. طيب لا متى نقول لكم مره ثانيه وثالثه وعاشره؟ ايش الحين يا جماعه لما مرينا على لوكيشن لوكيشن لقينا الشباب يسولفون. ايه تعدينا اللوكيشن يسولفون لهم ثلاث ساعات والكاميرا عليهم ويسولفون. حلو. واحنا تشطرنا في اللوكيشن هناك في الزاويه. نبي نفتح سالفه. اول ما تروح الكاميرات يجون. مرحبا ومسهلا قسما بجلال الله انهم لا جاوا بالعكس بيسولفوا بس ترى. تعال اجلس. بس مو بتجي جيت انت خذيت حقك سولفت 3000 سالفه. خلنا نسولف احنا. ما يصلح يجيب غلط قسم بالله خلط. غلط صدق احنا اذا سوينا كذا كلنا سوينا مثل اللي تسوونه سوينا راحت الدنيا لا اللي سولفته ولا احنا اللي سولفنا ولا احنا خلاص اعطيك شيء بسيط الشيطان حريص ما عرضك انا اتفق معك 100% والله اعطيك شيء اقسم بجلال الله بعلمك حاجه بعلمك حاجه عني انا اقسم بالله العلي العظيم اني لو رحت شطرت الفيديو هسه انا ناوي اسولف مع رجالي معك جا واحد انا توني معرض عليه توني معرض عليه البث له 6 ساعات عليه ما جيت انا وسول كان يوم مرت اول ما يجي الكلام قط قط سنه قبل في ذمتي انا تنسى درست ما عاد صور تمام بقول شيل انا قمت ان قمت من الجلسه اول ما يجي اسمعني بطلع انا بالصوره الخايسه وبيطلع مقطع او جاء فلان وقام وشيل انا قلت له يا فلان اسكت وش اسوي زين بقول لك شيء والله واللي رفع سبع وطى سبع سبحان انا اعرف في السوشيال ميديا واعرف كلنا ان شاء الله كلنا نعرف لكن والله انه صار لي الان يوم 81 82 اني ما ادري ان الهواء هنا ولا في مكان ثاني ولا في مكان ثالث واني قد دخلت اعترف انا اني قد دخلت الكنترول عند باب الكنترول ولا شفت الشاشات اني ما ادري وش وضع الشاشات انا افتقد الخبره في الشاشه يوم الكاميرا مثلا اشوفها الى فرت انا قد قلت ان الربع يقولون انهم صدق انهم يشوفون ببحر العين شباب برا يشوفون ببحر العين يدرون الكاميرا عليهم قسما بالله اني ما بعد شفتها تفتر الا الايام ذي الى قدني مركزين فيها اشوفها تفتر طيب صحيح اللي بي اما انه كذا مستحيل اقول لك شيء انا بعلمك شيء اقول لك شيء ما اعرف الله مو بمره ولا مره اقسم بالله اني اسولف انا جلست الجلسه واني داري ان البث مو بعلي مثلا اسولف انا وانت اقسم بالله العظيم اني صادق شوف وين وصلت اني اسولف انا ادري انا جلست ان البث مو بعلي انا ادري البث جلست ديك عرفت لا جاء شخص ما ادري اقسم بالله ما ادري هو علي هذا انا ما اقسم بالله اني ما ادري ان الهواء علي الا لا جاء لا جاء احد ولا هو واحد وارد شباب طيب عد انا جدت الحركه تحملوني يا شباب انا ببدا اسولف بتبدا ايش؟ انا ببدا اسولف انا ببدا شفت الهواء رجال سبع اجيب اسولف ما انا خلاص باقي كم باقي اسبوع باقي اسبوع خلاص الدنيا خلاص قد راح اللي راح لذلك صل على النبي ابي اسولف اللهم صل وسلم كل داعي عشان تقول سالفه يعني اوكي كان قدر بداية انا بخليك على طول اقول اسلم في انا مخطط انا معك لو تبي ان شاء الله اللي انا مخطط اني اقول اليوم 7000 حرف ما قلت الا 70 حاسبك على كلامك اليوم ولا قلت 10000 دقيق ما شاء الله لا ولا هو نفسه دقيق بر بديتك يا زينك يا اليوم ما تكون الظرافة اني طلبتك من يوم طلب ولا لبيت جماعة كيف ما فيكم حنية قهرتني في روحي ترى شباب اهل الخبرة علمونا هو علينا ولا لا السالفة طويلة يا عيال ما فيها تروح السالفة تالفة والعجوز حالفة الله والرجال باع الغنم والحرمة طلقت والله يا طويل العمر لاني بالإدارة ترى شفتوا دريتوا والله لولا الشحن قويك في الكنترول انا عليكم جيتكم أيوة والله لولا الشحن اي اي الكنترول يلا ودعتك والله انا خالف دنيك والله الهبه ما هي ابن ابوي ابن صد عي الهبه هي حقت ماني براقد ماني براقد ماني براقد موتوا شوف احيانا الصدر يوصل حد بني ادم ترى الاخطاء استيعابي فعلا ولا الناس كلامه صحيح يكتب يكبت 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 خلاص صريح فهمت قصدي زياده ولا كلامه صحيح فعلا ولا في اي شيء جاي اليوم الموقف متكرر اليوم الله الدنيا ساعه الرب حطوا بلي سلكيس انت اهم شيء وحبوب الضغط انا احطه تحت مخده كل واحد اللي يبغى قبل تلغي درحبي ثم ارحبي يا فتنه ربي عطاك من الجمال انزود
ما هي فارقة في كل شيء ظنيت ما يمها ضبي ولا غزال ولا غزال شكل ما جاهز وجاء على طول شكله ترى وانت يا حبيبه وانت بابا يا فارق الغطاء والله انا صادق اني جاي موقف اليوم يودني لا والله لا اقول لك وصلت بزياده وانت طيب هلا يا هلا في بعض الاشخاص ما يقدر يكبت ها فهمت قصدي فلاح فلاح اليوم انتم مديك اليوم مدي اول ولو الحين هذا الكلام صحيح ابوي ايش رايك في جو البرايم البرايم اي صح ما جربته صح واحد يا اخي واحد مثلا يقول انا ما اعرف اجامل انا لازم اني ما اجامل سلبي انا اشوف انها سلبيه هذه سلبيه مثلا واحد يقول انا صريح هذه انا اشوف انها سلبيه ليش نعم مثلا بتسالني وتقول لي محمد ايش رايك في ادائي في البرنامج مثلا كوجه بقول لك والله العظيم يا فلاح ما قدمت شيء وضعيف وما ادري وش الا قلت ليه تقول لي ذا الكلام اقول لك والله يا اخي اسمح لي بس انا صريح لا هذه هذه وقاحه للامانه ليه ما هي بصراحه انك انت تكسر من مجاديفي تنسف شغلي تغير اشياء واجد في يمكن كلمه منك توجعني انت عطه وجهه ان كانك فعلا منصح بعض الرجال مثلا يعطيك الصراحه وهو يكذب مو منصح يبغى يا ربك من دعث في دعثور ما يثور يبغى يا ربك ما تخلص لكن اذا انت فعلا انك بالك عليه ومنصح له توجه بالاتجاه بالتوجه اللي ما يضره ويفيده وانتقاد بناء اما لا اذرني انا صريح صراحه انا بعطيك اياها ترى انتقاد الانتقاد موهبه ومهاره في بعض الناس لا انتقدك اقسم بالله تجيكم انتقادات اكيد الحين تالي انتقادات في اكثر انتقادات للاسف اللي تجي تحطم انا لا ما هو بتحطم فهموني والله ما ضقت فيها ولا فكرت فيها لا انا ولا انتم لكن اقصد طريقتها سيئه انا ارحم الشخص اللي قدم هذا الانتقاد وفي بعض الانتقادات تجيك يا ولد حتى هو منتقدك يا اخي يقول اشكرك يا شيخ ليه طريقه الانتقاد السليم في البدايه انك تذكر ايجابيه الشخص قدامك والله انك مثلا انا بنتقد اسامه مثلا مع انه موصل نقد اقول يا اسامه في البرنامج هز الله يا بر يا اسامه انا من جمهورك يا اسامه اوكي وبنتقدك مثلا بكتب لك يا ابو عوضه سعد الله صباحك انت مبدع صوتك شجي حضورك طيب ملفت اعطيك ايجابياتك بعدين اكتب ولكن عندك بعض الامور لو تعدلها صدقني يتقبلها الرجل هم تذكر السلبيات البسيطه واني يقول اذكرها إيه يتقبلها بصدر رحب ويستانس ويعالجها انت يوم كنت تقول انك بدايه الامر قلت انت كذا وعقب انت راجع منها تحسب ان الكلمه ذي انها ما هي بزينه لك انت كفلاح ولا كشخص انك مثلا ما نضيق والله ما اثرت فينا لا والله احنا بشر بشر لنا مشاعر اقصد ايش انا اقصد التاثير هي تاثر هي تاثر لكن احد ياخذها في جنبه ويروح واحد لا تاثر على سلوكياته على سير على سيره على سير عمله تاثر ولا هي في كل الامر يوجع على تقديم المستقبل بعد اي على تقديم المستقبل يعني مثلا فيه يعني ولا هو ان شاء الله انه نفس المثال لكن كلها مواقف مثلا واحد يقول والله يا فلان مو بحزين يوم توفى اخي مو بحزين لا بكى ولا حزن ولا سوى شيء والله قوه باشه مو بحزين لو انه حزين كان سوى كذا كذا انت ما تدري وش اللي في الخاطر الموقف ذا بالذات والله انه معين يمكن صار له 10 سنوات انه رجال توفى اخي والعيال والشيبان كلهم لانه ميت بالمرض الشين الله يبعدنا وياكم منه فسكت ما سوى شيء لا بكى ولا راقت من عينه دمعه واحده صكذني يومه يقول والله الظاهر مو بحزين على اخي شوف الله شوف كبر الكلب اول شيء دخلت في نيته وثاني شيء ما انت بداري وش لي والله والله شوف قد الرجال متوفي يمكن صار له 12 سنه او اكثر والله انه للحين فيه
خاطره مو مستانس، في حزن صدق. اذا شفت انت ان خلوا في وسط يا شيخ خاطرك وسط بعض الرياجيل. شوف ماجد الله يذكره بالخير طلع، انا عشت انا وياه، يحزن ولكن انه ما يبكي، وانه من الناس اللي قد جاني وخذني في زاويه. قال محمد والله العظيم اني ما ابكي، ما اقول لك ما ابكي اني انا رجال واني انا قوي، بس يقول لك، يقول انا ما اعرفك، ما يقول ابي وهو ابي توفى، يقول والله ما بكيت، يقول مع اني حزين ومتاثر ولي احساس وفي شيء ما هو في الرياجي. لكن بعض الناس ترى كذا، اي والله انه يكتب فيصل اخي كذا طبيعه فيه طبيعه جبل. والجمهور ما يقصر، الله يطول اعمارهم. بعض الجمهور يا رجال، بعض الجمهور، اغلب الجمهور والله انه محبس، والجمهور كل ما يزيد وعيه. الحين لو تاخذ جمهور البرامج الواقعيه قبل 10 سنين يختلف عن جمهور الواقعيه الحين، فكرهم صار متفتح اكثر، كذلك المتسابقين صاروا متفتحين اكثر. طبيعه الدنيا يعني تطور، هي على ما قال سير الحياه كذا، كل ما لنا نقدم الافضل. لكن بعض الجمهور الله يهديهم يا رجال، على ما قال يدخلون يعني شوف يتكلمون الناس بطبيعتهم، خاصه الجمهور يتكلمون في مواضيع يا رجال، يا رجال ما ادري كيف تفكيرهم. يا خلاص انا بعلمكم موضوع يعني. بعلم يوم 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 تاسيس تذكرونه؟ يوم طلعنا 24 ساعه قلت انصدمت، انا ما كنت اسمع من زمان محمد ناصر قاعد يتكلم مثل هذه المواقف، ما هو بكذب اقول ما يمكن جاء طحت عليها. صورتكم كل ابوكم وما ادري ايش، صورت خلف، صورت عبود الظاهر، صورت العيال، امشي اصور. يوم تاسيس يوم ركبت السياره الا والله يا طول العمر لا الرساله من اكثر من شخص، اكثر من كلهم للاسف عنصر نسائي يعني ما اعرفه. انت ليه يوم ما تصور الله يذكره بالخير مهند؟ اي والله ليه ما تصور مهند؟ مهند بين اسمع معلم سوي لنا مشاكل بينك وبينه شيء، اقسم بالله واحد ثاني تقول صح المهند، صح المهند، صح انك منغب من نجاحات مهند ولا تبي لها الخير ولا تعلم. خليني اكمل كلام اللي تقوله يا ابو مالح، خليني اكمل انا اتكلم موضوع جدي. لوكاد يوم عاين طول عمر يود يود، عرفت كيف الدخول تدخل بصدرك، يدخل بنيتك، يدخل ويلعب فيها ويحوسها. اقسم بالله اني وانا اقرا اني من الصدمه اني اضحك. عيد اخوي قال ايش هيك؟ شو اقرا؟ عاين انصدم، معقول في ناس كذا؟ تدري كم عمرك قاعد تبدا التعليق؟ كم؟ مو بشرط مو بشرط والله يمكن 50 مو بشرط. بعلمك عمره العقلي يا جماعه، بعلمك عمره العقلي ممكن. بعلمك مهند انتم خابرين، مهند بيني وبينه ابو بندر وبينكم، خاصه انا من خروج مهند تاثر ما الى الان، وانا الصدق والى الان وانا باكر الى الان تاثرت في خروج مهند، تاثر ما بعد تاثرت مهند يا رجال غير عن الباقيين جدا، غير مهند بن فردان غير عن الباقيين. مشينا طلعت ورحنا 24 ساعه ودخلنا قابلت العيال نصهم في المجمع ذاك، ايوه كذلك صورت العيال تمام، صورت يمكن 11 واحد، نزلت اثنين منهم، نزلت سناباتهم الباقي ما نزلت لانهم اصلا تكرهوا، قالوا اثنين ذولا قالوا تعالوا شوفوا سنابتي تلقائيا اني بنزل، الباقيين عشان احنا واجد نزلت على طول صوره نزل، ويدخلون علي عشان احد يدخلون علي يطول عمر اكثر كذا اكثر من حساب. ليش ما حطيت حساب خالد السلم؟ اي والله اللي فلق البحر الموسى، ليه ما حطيت يوم صورت خالد السلم ما نزلت سنابه؟ بينك وبينه شيء؟ صح انك تكرهه؟ صح ان كنت يا ولد انا لو اني اكره ابو حمد خالد كما نزلت في سنابي انا وياه، انا وهو واخوانه واخواني في وقتها ساعه كامله احنا نتقهوى سوا وجالسين. يا رجال دخول في النوايا بشكل مرعب. بقول لك حاجه بحكم خروجي، يوم خرجت يوم طلعت شفت التويتر، شفت بعض الجمهور احنا ندري ان برامج الواقع من يوم اسست برامج الواقع كل اللي بيظهر بشخصيته، بعض اللي بيظهر بشخصيته العنجهي، واللي بيظهر بشخصيته المتصنع، واللي بيظهر بشخصيته العاطفي، واللي بيظهر بشخصيته مضبوط خلدي كله على جوزي، ترى حتى الجمهور